بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في برنامج الأبطال. قبل كل شيء بحب أهني وبارك لجمهور النادي الأهلي العظيم جوه مصر، في الوطن العربي، في العالم كله، انطلاق قناة النادي الأهلي بعد التطوير بالشكل الذي يليق باسم النادي الأهلي العظيم، نادي القرن الأفريقي، نادي القيم والمبادئ. الحقيقة مفيش كلمات أقدر أطلب بيها سعادتي النهاردة وأنا قدام شاشة قناة النادي الأهلي بتواصل مع جمهور النادي الأهلي العظيم بعد غياب لفترة وحشتوني فيها جدا جدا جدا. وبنوعدكم إن احنا نقدم إعلام يليق باسم النادي الأهلي، إعلام ليه رسالة، إعلام هدفه الأخلاق ونبذ التعصب. خلينا أقول لحضراتكم إن في برنامج الأبطال هنكون مع أبطالنا في كل مكان، في كل وقت وفي كل حين، في المنافسات، في لحظات الإخفاق، في لحظات النجاح، في لحظات التتويج، مش بس نجوم السلة والطائرة واليد، ولكن كل نجوم الألعاب اللي بيبذل فيها مجهود يفوق في بعض الأحيان المجهود الذي يبذل في كرة القدم مع شوكة الجماهير. خلينا أقول لحضراتكم إن إحنا بس مش هنتابع أخبار نجومنا الكبار، لأ، إحنا معانا كمان ناشئينا وناشئاتنا اللي هم ذخيرة المستقبل، اللي هم أمل الرياضة المصرية. هنحلم معاهم وهنوفر لهم القدوة، هنجيب القدوة ليهم عشان يتفرجوا عليها ونحلم معاهم لغاية ما نوصل ناشئينا وناشئاتنا إلى منصات التتويج اللي هو في الأصل والأساس منتخبات مصر. كل حاجة عليها اسم مصر بتبقى تقيلة جدا جدا جدا، فما بالك تيشيرت منتخب مصر وتمثيل منتخب مصر. خلينا أقول لحضراتكم إن إحنا مش بس هنغطي الأحداث المحلية، لا، ده هنغطي كمان الأحداث العالمية اللي هتيجي خصيصا لقناة النادي الأهلي في سابقة. الحقيقة يمكن هنسبق قنوات كتير جدا وناس كتير جدا، بس هيكون معانا أخبار عالمية لأن جمهور النادي الأهلي يستحق ذلك. كمان مش بس هنغطي الأحداث الرياضية، لا، هيكون معانا كل أخبار الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية وفعاليات شباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة. أكيد هنكون معاكم في كل مكان وفي كل حين، هنحاول بقدر المستطاع نغطي لكم الأحداث الرياضية على الهواء. وإحنا طبعاً مقبلين على حدث كبير مصر بتستضيفه، وهو كأس العالم لكرة اليد العام المقبل، اللي يعني بنقول إن على قدم وساق بيجري الاستعداد لهذا كأس العالم. خلينا أقول لحضراتكم كمان إن إحنا مش بس هنغطي الفعاليات، لأ، ده إحنا هنجيب الأبطال هنا في الاستوديو. برنامجنا اسمه الأبطال، واسم على مسمى، فلازم يكون ضيوفنا أبطال. مش بس الأبطال اللي جوه جدران النادي الأهلي، لأ، الأبطال اللي مثلوا مصر ورفعوا اسم مصر في كل مكان ليهم مكان معانا في برنامجنا عشان نبروز مجهودهم ونبروز تجربتهم اللي احنا عايزينها تبقى أساس وقدوة لكل الناس. برنامجنا ليه مكان لكل بطل، وكمان مش كده بس، الأسر وأولياء الأمور اللي تعبوا عشان يوصلوا ولادهم لمنصات التتويج أكيد هنشوف عملوا إيه، وأكيد هيكونوا معانا. هنقدم ليكم إعلام يليق باسم النادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم إعلام أساسه الأخلاق. خلينا أقول لحضراتكم النادي الأهلي دايماً سباق، ودايماً هو اللي بيبتدي والكل بيقلده. النادي الأهلي هو دايماً اللي بيبتدي والكل بياخد باله النادي الأهلي بيعمل إيه ويقلده. النادي الأهلي في الإعلام وهنا في قناة النادي الأهلي إن شاء الله هنقود الإعلام الرياضي بشكل جديد، ونوعدكم بده. برنامجنا هيطلع الحد والأربع من كل أسبوع من 8 إلى 10 إن شاء الله، أول حلقة الأربع القادم. أتمنى متابعة حضراتكم، وهيكون في كل جديد إن شاء الله مع قناة النادي الأهلي، هتفخروا بالنادي الأهلي كمان وكمان إن شاء الله. نلتقي في أول حلقة يوم الأربعاء القادم. شكرا جزيلا.